وهكذا الحال اصبحت لينا قوة عسكرية. اثيوبيا بقت تعمل حسابها ما مسكانة في مية نهر النيل، وتركيا بقت تعمل حسابها، وايران عند مضيق باب المندب بقت تعمل حسابها. اذا الراجل ده كان صائب في قرار تسليح الجيش المصري وان يوصل الى المركز العاشر، دي حاجة. الحاجة التانية الوضع الاقتصادي. بعض الناس يقول لك ايه ده احنا في زمن الاخوان الاسعار دي ما كانتش موجودة، هو ايه اللي حصل؟ هو عمل لنا ايه؟ هو ده اللي قال لنا بقى الشعب الذي لم يجد من يحنوا عليه؟ ده في ناس بتقول الكلام ده. طب تعالى نشوف القراءة الموضوعية. الارقام لا تكذب احدا. استثمارات البلد، استثمارات الخارجية اللي كانت في اول 30/6/2012 في اول ما مسك محمد مرسي كانت 2 مليار دولار، لما مشي بقت مليار دولار او في 30/6/2013. اذا مفيش استثمار خارجي، دي واحدة. البطالة كانت 11.5%، لما مشي كانت وصلت ل 13.5%. الديون كنا 34 مليار دولار دين الخارجي، وصل في عهده الى 45 مليار دولار، يعني في 11 مليار دولار. في الدين المحلي العام كنا تريليون 140 مليار جنيه، لما مشي كنا تريليون 365 مليار جنيه، يعني بزياده حوالي 225 مليار جنيه. طيب يا جماعه يا اللي كنتوا بتحكموا البلد في الزمن ده، يا جماعه الاخوان،